الاسعار عندنا شجر من اول 3 و5 جنيه و20 و50 و100 لحد 400 و500 زي ما حضرتك شايف الشجر الكبير البنور. وعندنا اللبس برضه بيتراوح من 25 ل 75 جنيه، وعندنا البابا نويل اللي هو السوفت ده من 20 لحد 50 و60 جنيه، والغزلان برضه من 50 جنيه لحد 250 جنيه مقاسات. عندنا حاجات كتير واسعارنا رخيصه والحاجات كويسه والتصنيع مصري صدقني يعني. الاقبال بيبقى من ايه؟ الاقبال باين من 11 مش من 12 اللي احنا فيه. الاقبال حلو متهيألي حضرتك صورت شفت نسبه الاقبال، ونسبه الاقبال 50% اخواتنا المسلمين و50% اخواتنا المسيحيين. الاقبال حلو وده يرجع للاستقرار وفخامه الرئيس. طول ما في استقرار في البلد، طول ما في نتيجه وبيع وارتفاع في الاقتصاد.